طيب نيجي للفيديوهات. يلا يلا معلش. شاب بقى ربنا كده نجاه اللي هو ايه، اديني عمر ورميني البحر. ده بقى شاب نجي من موت كان محقق طبعا لما راسه صدمت بمروحة السقف اللي كانت بتدور فوقيه بكامل سرعتها، ربنا يحفظها. طبعا محدش عارف هو ذكاؤه كان فين وقتها وهو بيفكر هذا التفكير النير. احنا هنشوف ده طبعا في الفيديو دلوقتي حالا هو شغال معانا. الشاب طبعا ظهر في مقطع على موقع اليوتيوب وهو بيحاول ان هو يوقع قطعة من الطماطم صغيرة اتعلقت في السقف بجنب المروحة. بدل بقى ما يقفل المروحة فتح النور زي ما انتم شايفين، وطبعا بصوا راسه طبعا كانت هتدخل في المروحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هو تقريبا بينتقم من نفسه، ده أكيد قاصد. معرفش ده قاصد ولا ازاي، يعني ازاي مش عارف. طب هو بقى. يعني لا هو اتوجع، هو يعني مش قاصد. هو التصوير ده كان ايه على يعني دي كانت ممكن تكون مسابقة انه يعرف يجيب الطماطم، ان هو بيحاول يبقى عنده مثلا ريفلكس يعني بيتصور بصورة بيحاول ريفلكس. طيب لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة، محدش يقلده. انا بقول لكم فوضت امري الى الله. طيب